الفطور الجماعي كنصطفوا زهراء البوهناني. مرحبا بك زهراء. شنو كتقول لنا على هذا النشاط الدوره ديالو الخامسه اللي كتنظموا جمعيات ابناء العرائش في العالم؟ يا في الحقيقه دائما كتحفظنا جمعيه العرائش في العالم كل سنه بهذا الافطار الجماعي اللي هو في المضمون ديالو هو افطار تسامح والتعايش والتآزر فيما بيناتنا. هذا اليوم هذا من كل سنه جمعيه العرائش في العالم كتقوم بهذا النشاط هذا. حنا اليوم كمجموعه كلمنا البحث التراث بين النساء والحضاره العرائشيه كنشاركوا في هذا اليوم هذا مع جميع الاخوان والجمعيات النشطه بين العرائش مع شخصيات كذلك المدينه. في الحقيقه هو يوم دائما كيدوز في واحد الاجواء اللي هي مريحه ونشطه، وكنتمناو الاستمرار لهذه الجمعيه هذه جمعيه العرائش في العالم انا تستمر في هذا النشاط هذا النوع ديال الانشطه بحال هكا. انا حقيقه انه كتضيف واحد لمسه واحد اضافه يعني لهذا اليوم هذا. شكرا.